إذا قيل لك من وحد الله توحيد الربوبية فهل يلزمه أن يوحد الله توحيد الألوهية؟ فقل نعم، وإلا كان كاذبا. من أقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف ولم يعبد الله عز وجل أو صرف العبادة لغيره فهو مشرك بالله، لأن هذا هو شأن كفار قريش، ولذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخذها قاعدة كما قال العلماء: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. الدليل: أول آية تأمر بالعبادة في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا. ما الذي بعدها؟ ربكم. فمجيء العبادة مع كلمة الرب تدل على أن من اعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فيجب عليه أن يصرف العبادة له جل وعلا. الآية التي في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. ما الذي بعدها؟ بعبادة ربه أحدا. لما أقر كفار قريش بأن الله هو الرزاق المحيي المميت ألزمهم الله أن يوحدوا توحيد الألوهية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ما الذي بعدها؟ فقل أفلا تتقون.